أهلا وسهلا بكم بقراءة سريانية للقرآن وفقا لمنهج أستاذنا كريستوف لوكسمبرغ مع أبونا دانيال شمعون، وسنقرأ الآن بداية من الآية 69 من سورة الشعراء. سأشارككم الصفحة حتى تستطيعوا متابعة ما نقول. هل بان عندك أبونا؟ نعم. نعم. إذن الآية 69 تقول واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. هذه إشارة بأننا انتقلنا موضوع آخر. القوسين معكوفين زائد ثلاث شرطات. الآية 70 هذا ما عليهاش مشكلة. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. لا غير لا يوجد طلع مشكلة. قالوا نعبد ماذا تعبدون؟ ما تعبدون هو يعني للغير العاقل، هي أصنام، تعني الأصنام. ماذا ما تعبدون؟ من للعاقل وما لغير العاقل. ما تعبدون ماذا أو ماذا ممكن ماذا تعبدون؟ من إذا قلت من تعبدون يعني هل تعبدون الله؟ ما تعبدون هي الأصنام، ولا أنا غلطان أبونا؟ أيوة صح، يعني قصدي يعني بمعنى ماذا يعني من أيوة. بهذا ماذا أو ما هي برجع نفس شيء. صح. وما يعني هي مقابل من بس لغير العاقل، لأنه أصنام، هي بقول أصنام. ولو كان الله من صح. ما هو تحقير للأصنام، عملهم يعني جماد. صح. هذا المعنى فهمت بهذا المعنى. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. عاكفين احنا رجعنا لهذه الكلمة مرة. أيوة. نظل لها عاكفين يعني متعبدين لها. أيوة. بهذا المعنى. أبونا نعم يعني نعقب على أو نستمر مستمرين مستمرين عليها. طيب أنا هشوف القاموس يقول عاكفين ماذا تعني عاكفين. كلام القرآن ماذا يقول القرآن؟ كلمات عاكفين عاكفين بمعنى أبونا مقيمين على عبادتها ودعائها. نقبل عليها، عكف العقوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، والاعتكاف في الشرع هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة. بهذا المعنى عكف، مش هيك أبونا؟ يعني ما عليها ملاحظة. بالسرياني شو تعني كلمة عكف أبونا؟ عكبة بالباء هي عقب، يعني ممسك يمسك به أو يتبعه يتعقبه. أيوه. يعني يستمر في شيء، يعني يثبت عليه على شيء. عاكفين نتركها هيك، نرجع من حيل على ما قلناه سابقا مع أبونا مع أستاذنا. أيوة. 72 قال هل يسمعونكم إذ تدعون يسمعوا يا أم يقول هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون بهذا المعنى. هل يسمعون دعاءكم؟ هو بن عاشور كمل على هذا الطريقة. يعني وهي جبال شسمة لهم آذان لا يسمعون ولهم أفواه لا يتكلمون. بالمزمور. أيوة صحيح. هذه ذكرني أبونا المزمور لهم آذان لا يسمعون وأفواه لا يتكلمون. لا يتكلمون. أيوة نكمل. أو
المزمور لهم آذان، نحن ندور عليها بعدين. أيوة 73 أو ينفعونكم أو يضر أو يضر يضرون. واضحة 74 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. شفنا نحن آباءنا هيك يعملون، نحن عملنا يسمعون أو ما يسمعون ما نعرف. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. هنا أفرأيتم ما كنتم تعبدون، هنا فعل فرأيتم يعني ما رأيكم بما كنتم تعبدون، فما أفرأيتم، لأنه كيف يعني أفرأيتم؟ يعني أو عرفتم أو فهمتم. ما هنا المشكلة، أفرأيتم يعني هو شافوهم ما كنتم تعبدون، ملاش معنى أصلا. أقول أنا غلطان أبونا، أبونا نعم كيف بده يشوفه؟ هي للاستفهام، ولكن طبعا تعرف مرة جاء هيك شيء فأستاذنا قال لا هي أفري يعني يزيد وما أعرف إيش من هالقبيل، لكن هنا ما تجي يعني هي للاستفهام. أفرأيتم، هل رأيتم؟ رأيتم بهنا بمعنى يعني شوف. تعرف أبونا شو يقول؟ تعرف شو يقول حميد الله؟ ترجمها كديت فو ديسك فو زادوري، يعني ماذا تقولون على ما كنتم تعبدون أنتم وما شو تعرفون شو تقولون شو تظنون أفرأيتم هنا رأى ما أفرأى. أيوة أنا ذكرت حميد الله في الهوامش. أفرأيتم، أنا حشوف أفرأيتم ما كنتم تعبدون، حشوف أفرأيتم كيف فهمت، كيف فهمت كلمات القرآن ما كنتم تعبدون، كنتم تعبدون، كنتم ماذا كنتم، لأنه كنتم تعبدون لأنه هي واقفة شوية أنا أشوفها. نعم هي واضحة. هنا أفرأيتم شوف شو فهمها، أتأملتم وعلمتم، مش رأى علمتم يعني ليس بمعنى رأى ولكن لا. بمعنى الرأي يعني بصر الرأي ما لا. رأيكم أفرأيتم يعني أفرأيتم أتأملتم فعلمتم. هنا يقول شو رأى، شوفوا يقول opinion الرأي، هو اعتبرها من الرأي. فهمت علي؟ فهمت فهمها لأنه إذا قلت أفرأيتم ما كنتم تعبدون حقيقة ما لهاش معنى. علمتم أيوة لأن الإنسان يشوف يرى يعني يعرف شو ده شو هو. لا شوفوا نشوف رأيتم، شوف كيف جت رأيتم، لأنه إذا أنت تتعمق في الكلمة تشوف إن هناك مشكلة فعلا. أفرأيتم أنا أشوف أفرأيتم نشوف شو جت أبونا، جت بهذه العبارة قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء، أفرأيتم النار، يعني جاءت بمعنى عامة يعني ما رأيكم به؟ ممكن رأيكم به وأدركتم أيضا، أدرك الشيء يعني رآه وعرفه. أيوة هو يقول أتأملتم وعلمتم. إيه صح، هي هاي أقرب. أتأملتم. أيوة عرفتم. أيوة هو أتأملتم. أفرأيتم أتأملتم بمعنى أو ما رأيكم
هل عندكم رأي؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ أيوه. بهذا المعنى ما رأيكم؟ ما بما كنتم بالحالة بي 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 أراكم بي بي بما كنتم أيوة. هلا على كل يعني تفكر فيها تقول مو معقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ إيه شفناهم بعدين وشو نستنتج منا شو يعني؟ فما ليش واقف الجملة؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون واضحة 77 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا اعتبرت ناقصة أبونا، اعتبرت ناقصة. شوف إزاي فاعلموا أنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا كملها هيك. هذا ابن عاشور هنا يعني إبراهيم كي يقول أيوة إبراهيم إبراهيم يقول أيوة. أنت هم عدو لي عدا الله رب العالمين مو عدوي أنهم عدو لي لا هم عدو لي إلا رب العالمين يعني يعني هذول كلهم أعدائي ما عدا الله ما عدا رب العالمين. بس تعرف أبونا شو هنا المشكلة؟ شوف بلكن السرياني يساعدنا. فإنهم عدو لي هي مفرد، كان لازم يقول أعداء لي. أيوة صح فاهم؟ فاهم كيف؟ لكن مكي يقول أن عدو يؤدي عن الجماعة فلا يجمع. أيه صح. إلا أننا نجد كلمة أعداء في القرآن في عدة آيات. في جمع الأعداء. في جمع أعداء. عدو. هل صيغة عدو هي جمع سرياني؟ نعم شوف، لأنه السرياني يجمع الشيء بالواو ولكن ما تلفظ إلا إذا كان الحرف ما قبل محرك فيقع تقع الحركة عليه فيلفظ الواو. مثلا يقول عماد ممكن إذا بلا واو بعد دلث ما في واو يعني هو عمد، لكن إذا في واو ولو ما تلفظ لكن هم عمدوا. إذا أنت تقول عدو هو جمع سرياني. جمس ممكن يكون سرياني. ممكن يكون هيك. أيوة. ممكن يكون هيك. إنه عدو لي. أيوة. جمع سرياني. أنا أكتب جمع سرياني. جمع سرياني. يعني ممكن يكون جمع سرياني. طيب. عدو. لأنه لازم يكون أعداء. طبعاً إيه هذه بس أستاذ سامي. سامي هذه في حالة الفعل ها فقط، أما إذا كان اسم الكلمة مش ممكن إذا كان اسم لا الاسم دائماً هي دائماً تكون بال 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 بالكسرة نهايتها. إذا واحد بالفتحة المادة يعني، إذا كثيرين بالكسرة الطويلة إزلام إيه. أوكي حذفناها. هي عدو بالآرامية الدواوة واحد، الدواوي كثيرين. أيوه فهمت. هلا 78 هو إذن الذي هو يتكب الذي خلقني فهو يهديني. يهدي ما عندناش مشكلة فيها. 79 والذي هو يطعمني ويسقيني نفس الشيء ما عندنا مشكلة. 80 وإذا مرضت فهو يشفيني نفس الشيء. والذي يميتني ثم يحييني ثم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما في مشكلة هنا في الآيات. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. هنا حكما هي حكمة بمعنى الحكمة هنا. وربي هب لي حكما وليس بالمعنى الحكم، بالمعنى الحكمة. الحكمة هنا ثلاثة أشوف أبونا هنا سجس حكمة
حكما بمعنى الحكمة. هل الكلمة السريانية هل السرياني يساعدنا؟ لماذا هو فعل يقول حكيمين يعني يعني اجعلني حكيما حكيمين اعطيني الحكمة يعني. طيب طيب ايش تقول الحكمة؟ حكمت لا بعيدة الحكمة بمعنى الحكمة. أنا ترجمت بمعنى الحكمة لأنه هو ما طلب الحكم إنه يعني يحكم بلد. أيوة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين في الآخرين. لسان الصدق هاي عبارة لسان الصدق هذه مشكلة فعلا أبونا. يعني لسان صدق يعني شو يعني لسان؟ هل السرياني يستعمل لسان صدق؟ لأنه هذه مشكلة أبونا. يعني أنا بوقفك عليها لأنه ممكن السرياني يساعدني أبونا. أستاذنا كريستوف قالت أن هذه العبارة موجودة بالعبري لسان الصدق، لكن أنا ما أعرفش، لازم أبحث. لسان صدق هشوف كم مرة جت أبونا. لسان الصدق جات مرة مرتين جت مرتين. واجعل لي لسان صدق واجعلنا لهم لسان صدق، إذن جت مرتين بهذا المعنى. فماذا تعني لسان صدق؟ ممكن هي يمكن مجازية يعني أعطيني كلاما صادقا يعني. واجعل لي لسان صدق كلمة حق لسان صدق. ما بعرف يعني هذه أنا عبارة عندي مبهمة. إذا واحد عنده فكرة نشوف اكو شيء من هالقبيل. ايوه شوف لي اذا لسان الصدق جت لها معنى خاص. لسان الصدق انا شوف انا كمان هنا لسان الصدق لانه في مكان ذاك اخر قال مخرج الصدق، فاهم علي؟ لسان الصدق عند مليك المقتدر. لسان الصدق شو يعني لسان الصدق؟ تفسير أيوة فصيح. أعطيني شوف هو شوف شو ذكرها ابن كثير. واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به. شو استفدنا هاي؟ الذكر الصدق يعني انه لا ما لهاش معنى. ما تفسير يعني ممكن اجعلني اقول الحق في الاخرين؟ لا مو بهذا المعنى فهمت ابونا. هذا اللي اقول فيه. شوف معنى قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني هذا من دعاء ابراهيم. حنشوف شو يقول. لا هذا مو بالمعنى اللي احنا نفهمه. سنصيب الأخير أي أن يجعل له من يثني عليه في الآخرين ثناء صدق. فلهاش معنى هذا. وش خصمه يعني أن يحكوا عني بالصدق؟ أيوة بس يعني واجعل لي لسان صدق يعني اجعل للغير لسان صدق واجعل لسان صدق علي في الآخرين في الآخرين مش في الآخرين حتى في الآخرين. أيوة واجعل لي لسان صدق. هي هذه الآية هي اللي يشرحوها. وشو تقول يعني هاي فعلا إذا واحد عنده شوف هذا يقول واجعل لي لسان صدق أي ثناء حسنا في الآخرين في الآخرين.
فإن شو هذا ملهوش معنى، هذا ملهوش معنى، ماذا يعني اللي يسمعونا إذا هم فهموا أفضل منا ينورونا. هنا واحد عمل شريط على كلمة لسان الصدق، عمل شريط يشرح فيه شو معناته لسان الصدق، يعني فعلا هم وجدوا كمان مشكلة. أيوة يعني مو فقط إحنا، فهم علي؟ طيب راقب المعنى، راقب المعنى. أيوة أنا سأراقب المعنى، راقب المعنى. سأراقب المعنى. لأن هذا واحد هنا عامل شريط على معنى لسان الصدق. إيه وفي غيره من الأشرطة كمان نفس الشيء. لسان الصدق هذا جاء عليه عدة أشرطة عزيز قلبي، مو واحد اثنين. بس عجيب يعني الطبري وغيره ما 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 شرحوها، ما فسروها. أشوف لك الطبري ايش يقول عنه، أشوف لك شو يقول الطبري لسان الصدق. التفسير حنشوفها. المعذرة يا ناس، أنا عارف إحنا بنزعج فيكم، بس هاي أظن لأنه هي مش مفهومة، لو كان مفهومة مش ضرورة تعمل عليها شريط. أيوه. هذا واضح، يعني مو تقعد تقولوا لي أنت بتصعب علينا، لا إحنا ما بنصعب عليكم، هي فعلا مشكلة. 48، طيب احنا هنشوف شو نقول. انت قلت الطبري مش هيك، 48 الطبري. هناك موقع في حوالي 80 مفسر، 80 مفسر، فتنكر على على على, على شو هاي الآية، الآية 26، الآية 84 مش 48، 84 المعذرة يا ناس، 84. أيوة واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في الآخرين. أيوة قائلة جوا في الدنيا. أيوة واجعل لي، أيوة واجعل لي لسان صدق في الآخر، يقول واجعل لي في الناس ذكرا جميلا وثناء حسنا باقيا في من يجيء من القرون بعدي، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من ذلك حد قال حد قال 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 واجعل لي لسان صدق في الآخر، قوله وأتيناه أجره في الدنيا، قال إن الله فضله بالخلة حين اتخذه خليلا. ما استفدنا شيء. ظاهر يعني فيها مشكلة يعني. واضح يعني ما حدش يلومنا يقولنا أنت شو بتدور على مشاكل ولا شو؟ لا عزيزة احنا ما ندور على مشاكل. الزمخشري شوف شو يقول. من الصادقين. طيب هو شو يقول هذولا؟ على كل إخواني. إخواني لن نطيل عليكم، لأنه إذا نطول عليكم بعدين تقول أنت توهتنا. أنت توهتنا. استغفاره. شو هذا؟ يا أخي ما تعرف فين تجي تشوف كذا بالحكي هذا. أبحث عن الكلمة حالا. صدق وين جت يا رب؟ هاي الصدق. طيب هاي الصدق. لا حتى ولا ذكر الآية بس ما فسرها ابن الحلال. طيب نشوف البيضاوي ويختصر صاحبنا البيضاوي. شو يقول البيضاوي يا سيدي؟ عرض. أيوة أوه هذا بكل عشر آيات فسرها بمحل واحد، ما خلصناش. خلقنا لا مش حنخلص. أنا حراقب المعنى أبونا، أنا حراقب المعنى. أيوة. يعني كل المشاهدين ينتبهوا إنه في مشكلة. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واضحة.
واغفر لأبي إنه كان من الضالين. إنه لأنه كان، لكن هناك قراءة مختلفة تقول واغفر لأبوي إنهما كانا من الضالين. يعني مو فقط لأبو، لأمه كمان. هذه قراءة مختلفة. 26 ولا تخزني يوم يبعثون. تخزني مفهومة، مفهومة يوم لا ينفع مال ولا بنون، واضحة، إلا من أتى الله بقلب سليم. واضح تخزني، أيوة، إلا من أتى بقلب سليم، أيوة. وأزلفت الجنة للمتقين. هنا رجعنا وأزلفت قرب. أيوة، يقترح لوكسمبير قراءة سريانية وأزلقت بمعنى وهجت. أيوة، أزلفت، أزلفت، إذا أزلفت فيها معنى بالعربي يعني قربت. أيوة، وأزلقت يعني إنه النار، هيجوا النار ليهم، خلوا النار تشتعل أكثر. لا، أزلفت الجنة، وهجت، لا، مش معناته، ما معناها، لا، وأزلفت، ما بعدين تيجي أزلفت كمان عن النار. يعني قربت، قربت، قربت الجنة للمتقين. هو يقول وأزلقت بدلا من وأزلفت. هذا في كتابه جاء ذلك. نشوف بعدين. طيب، 91 وبرزت الجحيم للغاوين. يعني شوفوها لهم. وبرزت، أيوة، أظهرت. نشوفها، نشوف شو كيف فهموا برزت. المعذرة برزت هنا تمام. أظهرت وبينت الغاوين، يعني الضالين. صح. 92 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. أين هم؟ واضح، من دون الله، لأن هذه الآية تكمل في الآية اللي بعدها، من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هذا واضح. فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا يعني 39 فهمت بمعنى كبكبوا، قلبوا وألقوا، يعني كب يكبوا. هذا المعنى كبكبوا. كب بي 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 بعنف، بقوة. كبكبوا، كبكب الماء يعني رشوا، أو يعني إيه يمكن سكبوا بقوة. سكبوا بقوة، كبكبوا، أيوة، كبكبة، كبكبوا. نشوف شو القاموس يقول. كبكبوا، كلمات القرآن، شوف كلمات القرآن. كبكبوا، كبكبوا، فهمت بمعنى ماذا؟ فكبكبوا، يلا، فكبكبوا، غريب، يعني لازم تكتب كل الكلمة. فكبكبوا، جاءت مرأة، طيب، كبكبوا، ألقي بعضهم فوق بعض على وجوههم. كبكبوا، هل هذه كلمة سريانية قد تساعد؟ كب يكبوا. نشوف. احنا نقول عنا انكب. ايوه شيخ بالعربي نقول انكب. كب الماي، كب الماي، نحن نقوله ايضا كب الماي. احنا نقول انكب، كبوا، كبوا حتى شيء ما كبوا، يعني ارميه. احنا نقول كبوا على وجهه. ايوه نقول يعني حطوا راسه تحت معي. كب كب. في جوهم والذي
يلقاهم بالغابون بصير ميسر فكوا اي القوا فيها القوا فيها فكبكبوا. هل سرياني ساعدنا؟ بدي اشوف. لا ما في شيء. ما في، بلاش عليه، بلاش عليها، ابو لا تعب نفسك. 95 وجنود الى انه نعرف اذا نعرف نتقدم، وجنود ابليس اجمعون كمان قالوا وهم فيها يختصمون، قاعدة تخاصم واضح. تالله ان كنا لفي ضلال مبين، تالله يعني هي قسم، تالله ليش ما بالله؟ تالله هي صيغة قسم بالتالله، معروفة بالعربي تالله، بالتالله والله، تالله بالله والله، تالله والله بالله تالله الله وبالله وتالله. أيوة تالله تالله. على كل هاي ما عندناش مشكلة فيها حقيقة. نكمل. إذ نسويكم برب العالمين، أي نجعلكم مثل كأنكم رب العالمين. هذا نسويك. وي وي سبيكتاكل وي مي جو دوا فينير افيك مسيو جي بيان ابري يو الوغ انكور دو مينوت دو مينوت وي داكور داكور. حلوين حبايبي، ميرسي ميرسي. هو استاذ سايمن يقول اذ نسويكم برب العالمين، هذول اللي هذول الضالين هم وهم وجنود ابليس اجمعين وقالوا وهم فيها يختصمون بتخاصموا. هم يقول ان كنا لفي اذ نسويكم برب، هو كلامك سليم. مين هو؟ يعني بجوز الهتهم او شيء، يجب نرجع الى الايات السابقه نقول من هم. على كل هو مو قصه سرياني، احنا نريد سرياني. وما اضلنا الا المجرمون، فما لنا من شافعين، واضح. 140 قراءة في الناس في من شافعين، ما خصنا بالشياء. هلا 101 ولا صديق حميم. حميم فهمت هذه 41. ما حميم هو يعني رجل، يعني كيف تفهم حميم ولا صديق؟ يعني عميق. أيوة حميم. صديق عميق، صديق حميم، ايوه صديق قريب جدا حميم. يعني أيوة. تمام حميم، تمام تمام تمام، انا فهمت حميميه ايوه اردو، انا فهم انا مي اردو، انا ترجمتها بالحم. 102 فلو ان لنا قره فنكون من المؤمنين. كرة هي عودة. عودة. أيوة كرة. يعني إذا عدنا للحياة راح نكون من المؤمنين بعد ما شفنا يعني. العذاب. التخريب. إلا في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. معنا شيء. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا انتقلنا لموضوع نوح. اها صح. صاحبنا كان صاحبنا ابراهيم. ابراهيم. ابو موسى.